جاء رجل مسكين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. حلف على، قال له: والله تدينا. قال: إلا أفعل يكون ماذا؟ قال: عنده عليه سلطان منه، ما بدك. قال: إذن أبا حفص لأذهبنه. بمش. قال له: إذا ذهبت يكون ماذا؟ أمش محل ما تمش أمش. قال: إذن عني وعنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. بمش. لكن في غيامة. قال له: بكى عمر بن الخطاب حتى أخضر لحيته بالدموع. بكى يا من دقنه تملى الدموع. قال: أعطوه والله لا لشعره ولكن مخافة ذلك اليوم الذي خوفني به. أدوه ليس لأجلي أنه قال شعرا جميلا وكلاما منمقا، إنما لأجل أن هنالك قيامة خوفني بها